ماما خلاص انتوا هتطردونا ولا انتوا اتجننتوا؟ يلا هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ تعالى عايزك شي حنان حاسس ممكن افهم ايه اللي معادك هنا؟ وانت عايزني اقعد لوحدي ليه؟ هنا في طنط منيره لا انت قاعده هنا عشان عينك تبقى على كل حاجه عشان ما اخدش الفلوس واجري صح؟ افرض هتلعب فيا بقى انا اللي بنت كلب شكاكه وانت الحقاني الامير يا جمال يعني بغض النظر عن رايك في ابوك الله يرحمه بس اللي انا عايز اقوله لك ان امي مش حمل زن يا وفاء امي مش حمل زن اطمن مش هزن على امك ولا هعرف ازن على منيره لان اللي فيها مكفيها انا لو عايز ازن بجد هزن عليك انت عشان تخلص الاتفاق اللي بينا على فكره انا مطلقك انت مش واخده بالك من الحكايه دي انا مطلقك يا وفاء هتردني طنط قالت كده ايه مال مستغرب ولا ايه اوعى تكون مستغرب من بجاحتي مثلا انا خلاص بعت كرامتي وقبضت تمنها تمن قد كده اهو ما خدتش منه الا عربون بس هاخده يا كمان هاخد كل حقي حاسب دي رجله؟ ايوه بس كبيره شويه ما شاء الله حجمه كويس وكمان وضعه في الرحم ممتاز طيب نقدر نعرف نوعه دلوقتي؟ لا لسه بدري قوي يمكن على نهايه الشهر الخامس كده نقدر نقول لك يلا يوصل بالسلامه ان شاء الله اتأخرت ليه كده يا هاني؟ بقالي ساعتين بدور في الدمرداش اشوف القصر العيني على مكان لضحى تعمل فيه العملية الجديدة. عملية جديدة؟ أيوه داليا عملية بكرة لازم يعملوها لها ومفيش ولا خرم في أي مكان. طب وأنت بتدور ليه بره؟ ما تعملها هنا في المستشفى زي العمليتين اللي فاتوا. هي الفلوس خلصت؟ والله يا داليا أنا مش عارف أقول لك إيه والله. ما تقولش حاجة. ما دام الفلوس ما خلصتش تطلع دلوقتي تدفع فلوس العمليه بتاعه الضحى يلا يا هاني انت فاكرني زعلانه انا مش زعلانه يا هاني والله انا ما زعلانه اقول لك بعد ما الازمه دي تعدي ان شاء الله انا هاخدك ونطلع العين السخنه نقضي اسبوع انا وانت هناك هيبقى احلى اسبوع في الجوازه انت كويسه يا داليا ايوه والله انا كويسه كويسه جدا كمان طب لما الفلوس تخلص وانت ضامنه يعني امك هتعمل معاكي ايه؟ وهو مين ضامن ايه يا هاني؟ محدش ضامن حاجه. هي ضحى لما نزلت على بلا وشها علشان تروح تشتري الدفايه في العرض بنص ثمنها كانت عارفه اللي هيجرى لها؟ كانت عارفه ان هي هتتمرمط في العمليات كده وفي الرعايه المركزه بالشكل ده؟ ولا بعت الارض؟ هو احنا كنا عارفين ان ايهاب هيقف لنا فيها كده زي لقمه في الزور؟ محدش ضامن حاجة يا هاني وأنا عن نفسي الحاجة الوحيدة اللي أنا ضمنها هي اللحظة اللي أنا عايشاها دلوقتي عشان كده قررت أنا مش هفوت لحظة في عمري من غير ما أبقى مبسوطة اوعى تفتكر إن أنا زعلانة أنا والله العظيم ما زعلانة أنا أهم حاجة عندي دلوقتي إن ضحى تبقى كويسة يا ابني البني آدم نفس طالع مش داخل ودي بني آدم والنبي يا هاني خلاص اهدي بس كله هيبقى تمام يا حبيبتي كله هيبقى تمام يلا ماما عمرها ما هتعمل كده
عمرها ما هتنكر امضتها، انت عارف كده كويس وكلنا عارفين ده صح؟ صح. لا 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 لا، هي ماما بس تلاقيها مخضوضه شويه بس، يعني ما كانش جاي في بالها يعني انها تروح محاكم وتشهد والله العظيم اقول الحق والجو ده، يعني هي بس يعني اكيد يعني لما تقعد مع نفسها وتفكر شويه اكيد مش هتيجي علينا، يعني مش هتضيع مننا حقنا يعني، وخصوصا انها عارفه ان ده حقنا صح. و ايه بقالي ساعه بتكلم وانت قاعد ما بتنطقش، ايه صنم قاعد قدامي؟ لا مش الفكره يعني، بس اصل انت كده هتتجنن خالص يا عمر، يعني بالراحه اهدى على نفسك مش كده؟ اهدى ايه بس يا عم كمال؟ اهدى ايه بس؟ اهدى ايه؟ معقوله ست نفار يجي نفر واحد زي ايهاب الزفت ده ياخد الجمل بما حمل؟ الله، واحنا هناخد ايه؟ هناخد ايه احنا؟ العربون بس؟ لا 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 لا. طب لعلمكم بقى، الفلوس لو اتقسمت على 8 مش على 7 وهو اخد نسبه زيه زينا بالظبط، ده يبوس ايده وشه وظهر، ده يحمد ربنا. هو ايه هيتبطر على النعمه يعني؟ على فكره ماما لو راحت شهدت عليه مش هيطول ولا مليم، يبقى ايه بقى ما يرضى؟ طب ايه هنعمل ايه يعني؟ مش فاهم يعني. هنسيب الملايين كده تروح واحنا شايفينها قدام عينينا؟ يعني ما مش معقول برضه يعني، عشان حته ورقه معفنه بصراحه، هي ورقه معفنه يعني. يا نهار اسود يا نهار اسود. مش عارف بقى، مش عارف ايه يا كمان. هي الملايين جت اصلا عشان تروح؟ احنا كلنا لازم نقتنع بحاجه واحده بس، ان خلاص مصيبنا خدناه اللي هو العربون وبس. لا يا حبيبي، الكلمتين دول تروح تغنيهم في اغنيه من اغانيك، فاهمني؟ الله، ايه ده؟ انا مستغربك جدا على فكره، مستغربك بجد. معقوله يعني واحد زيك مش محتاج فلوس؟ يا ابني انت داخل على جواز وشريط وبلاوي زرقاء، ازاي يعني؟ قنوع قوي للدرجه دي؟ مش عارف يعني. انا عندي راي بس في الحكايه دي، يعني انا شايف انه برضه هو بيتكلم مظبوط يعني. نعم. ما اصل هقول لك، بس ما هو العربون ده برضه حللنا مشاكل كبيره، ما العربون ده مش قليل يا جماعه. يعني انا مثلا ما انا خلصت من زن وفاء والحمد لله اتجوزت الست اللي انا بحبها. وانت كمان، انت النهارده لو حبيت تعمل شريط النهارده مش بكره، انت هتعمله بالاستوديو بتاعك، مش محتاج اي حاجه من اي حد صح؟ وانتوا يا جماعه، انتوا مش جبتوا عربيتين بدل العربيه بتاعتكم اللي باظت دي، ودفعتوا مصاريف المدارس بتاعت العيال، ولسه باقي لكم برده خميره حلوه يعني من العربون. يعني مش عارف يعني، انا شايف انه ملعون ابو الفلوس اللي توصلنا للمرحله دي، ولا توصلوا منا للحاله اللي هي فيها دي، ملعون ابو الفلوس. نعم. مفيش، انا بقول ملعون ابو الفلوس. ملعون ابو الفلوس؟ انت اتجننت؟ ايه يا تقى؟ ايه يا تقى؟ ايه؟ لا ده انتوا اتهبلتوا. الفلوس دي لو ما جاتش احنا حياتنا كلها هتتدمر. ايه؟ انتوا تاخدوا امكم كده بايديها وتودوها المحكمه تشهد بالعافيه. مش بمزاجها على فكره. انا مش فاهمه. انتوا ايه البرود اللي انتوا فيه ده؟ ما تتنحرروا كده. ايه يا تقى؟ انت ازاي تكلمينا بالطريقه دي؟ وازاي تتكلمي على ماما بالشكل ده؟ انت اتجننتي؟ بلا اتجننت بلا زفت. دول 300 مليون جنيه، مش 5 جنيه على فكره. ها؟ مش 2000 جنيه، مش مرتب موظف يعني. 300 مليون جنيه يا جماعه، انتوا مش سامعين الرقم؟ ها؟ سامعينه ولا مش سامعينه؟ انا مش مصدقاكم يعني، انتوا خايفين على امكم قوي؟ ها؟ فاضل لها كام سنه يعني؟ كام؟ سنة؟ سنتين؟ بس بتقولي ايه؟ بس انت بتخرفي. بس انت عمر، عمر انت مش بتفكر فينا؟ ها؟ مش بتفكر فيا خالص؟ مش بتفكر في ولادنا طيب؟ مش في مستقبل وفي حياة؟ احنا بنينا حياتنا على كده على فكرة. وانت ايه؟ انت مش لسه متجوز؟ وعيالك وبناتك هتعمل ايه في بناتك؟ هتجوزهم منين؟ انت طبعا مش فارق معاك، انت اصلا ايدك في ميه، انت اصلا مش في دماغك، مش كده؟ خافوا على امكم بقى، خافوا عليها قوي، قعدوها جنبكم كده. ها؟ احنا كلنا مش مهم، ولا مستقبلنا مهم، ولا حياتنا مهمه، امكم هي المهمه. بس وتفضلي خشي جوه. هدخل يا عمر. حاضر، بس افتكر اللي انا قلته دلوقتي ماشي؟ افتكر، انتوا كلكوا هتخسروا، محدش فيكوا هيوصل لحاجه. وبقول تقى قالت
ولما نخسر بعض كلنا ابقوا افتكروا. ماشي؟ اوعى بقى، خلي امكم تنفعكم. ها حنطوها جنبكم، حنطوها كده، خلوها جنبكم. قعدوها فاضل لها كام سنه يعني؟ سنه؟ سنتين؟ معلش. أنا آسف، أنا آسف يا جدعان، معلش. أصل يعني بقالها فترة أعصابها تعبانة أوي وهبة منها يعني تقريباً لسعت. أنا ما بقتش عارف أعمل معاها إيه.